الملعب اللاعب أسامة أبو الحسن، وادي كرة أمامية فيهاش تسلل، هو جون هو جون، أحمد كمال أحمد كمال، والهدف الأول، الهدف الأول لكهرباء الإسماعيلية. وقف دفاع طلاع الجيش على ما أساس أنه متسلل، لكن أشار حكم اللقاء بعدم التسلل. أحمد كمال والهدف الأول، ويتقدم كهرباء الإسماعيلية في الدقيقة 31 من أحداث الشوط الأول في ظل استحواذ فريق طلاع الجيش. هجمة وحيدة لفريق كهرباء الإسماعيلية قدر ينفرد بها أحمد كمال بحارس المرمى محمد بسام، ويتقدم ويضعها أرضية على شماله، على شمال محمد بسام.